ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. النهاردة معانا ضيف مميز جدا، السيد الأستاذ محمد خضير، الشريك المؤسس لمكتب خضير وشركاء والرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار. هنناقش معايا موضوع في غاية الأهمية لشبابنا ولكل حد عايز يستثمر استثمار شخصي ويعمل مشروعات ريادة الأعمال. كلنا عارفين ان تأسيس مشروع خاص بيعتبر خطوة جريئة وبيحتاج لتخطيط كويس، ولكن ازاي نبدأ؟ ايه الخطوات الصح اللي ممكن اعملها ويبقى مشروعي ناجح؟ وايه الفرق بين ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة؟ كل دي اسئلة هنجاوب عليها النهاردة مع السيد الاستاذ محمد خضير اللي هيقدم لنا نظرة شاملة عن ازاي نأسس مشاريعنا ونتجنب الاخطاء، وايه هي اهم المهارات اللي محتاجينها عشان ننجح في عالم ريادة الاعمال. فلو انت شاب وعندك فكرة المشروع او رائد من رواد الاعمال حابب تبدأ حياتك في مجال الاستثمار، الفقرة دي ليك. هتكون معانا النهاردة السيد الأستاذ الدكتور منورنا في محفظة الحظ محمد خضير. بشكرك جدا على حضورك. وفي البداية كده، الاستثمار والقانون، احنا عارفين ان دراسة اي جدوى لمشروع اول خطوة ليها هي الدراسة القانونية. حضرتك قول لنا أهمية الاستثمار وفكرة علاقته بالقانون في بدء أي مشروع لو أي شاب عايز يبدأ المشروع ده. شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا أن أكون معاكم النهاردة في البرنامج لنتحدث مع شبابنا على مسألة هامة جدا، هي المسائل المتعلقة بالاستثمار وريادة الأعمال. وسريعا كده، فكرة الاستثمار والقانون هما في ارتباط وتلازم بينه. ما فيش استثمار ناجح بيقدر يحقق نتائج واضحة إلا بوجود آليات قانونية وإجراءات قانونية محكمة علشان يقدر ان هو ياخد التراخيص اللازمة، علشان يقدر ان هو يبقى عنده العقود اللازمة. فالقانون هو متلازم مع الاستثمار، واعتقد احنا في بلدنا في مصر المسائل القانونية هي جوهر نجاح مناخ الاستثمار. ان احنا المستثمرين هنا في مصر سواء على كافة المستويات الكبرى والصغرى، اكتر تحدي بيواجههم هو النواحي الاجرائية والبيروقراطية. فاحنا ملف القانوني او القوانين المتعلقة بالاستثمار هي اللي بتحكم مدى نجاح دولتنا في الاستثمار ونجاح المستثمر في تحقيق والنفاذ الى الاستثمار. ازاي اي شاب يقدر يبدأ مشروعه الاستثماري كده بنجاح؟ هو اول خطوة بس، علشان احنا في عصر يتسم فيه خطورة شديدة في فكرة الترند، ان الشباب يبقوا بيسمعوا ايه؟ ريادة الاعمال، مشروعك، يلا انا هعمل مشروعي وهروح اتوكل على الله واعمل مشروع، انا مش هشتغل في شركة ولا هعمل حاجة وانطلق ستارت اب. بقت هتبقى موضة وترند. هو ده طبعا مهم جدا، بس لازم عشان اقدر ان انا انطلق واعمل مشروع يكون عندي فكرة الاول، اوكي، ويكون عندي علم متعلق بالفكرة دي. انما انا فكرة كده تطق في دماغي ان انا يلا انا هبقى عندي ستارت اب ومش هشتغل عند حد بس فور ذا سيك اوف نوت، او لسبيل ان انا ما بقاش بشتغل عند حد وعايز عندي انطلق في فكرة مشروع، ده كلام ما ياكلش عيش. تمام. وكلام فيه خطورة جديدة. ايه اللي ياكل عيش بقى؟ اللي ياكل عيش ان انا يبقى عندي فكرة قوية. الفكرة القوية دي متعلقة بنشاط ما، ياريت يكون عندي بعض الخبرات فيها على الارض. وادي لحضرتك مثال، انا راجل اسست مكتب وانا عندي 42 سنة بعد ما خدت خبرات في مجال المحاماة سنين طويلة وفي الاستثمار، وكنت رئيس بعدها اسست مكتب، فخدت خبرات كبيرة جدا في المجال اللي عملت فيه مشروع. مش شرط ان كل الناس تعمل كده، ممكن يكون شاب عنده فعلا فكرة حقيقية او عنده اهتمام بنشاط معين يبدأ فيه مشروع. بس المهم يكون الفكرة دي اتدرست كويس وحط لها ادوات، اللي احنا بنسميه اول خطوه دراسه الجدوى. تمام. الفكره في بره في حاجه اسمها ثينك تانك، في مكان كده بيبقى فيه افكار. هل لو الشاب ما عندوش فكره معينه في مكان هنا في مصر ممكن يروح ويشوف ايه الافكار اللي مناسبه للمناخ الاستثماري في مصر ويقرر يعني ياخد كده افكار من اوت سورسينج؟ طبعا احنا عندنا في مصر في مراكز كتير قوي او جهات كتير قوي ممكن يلجأ ليها. في جهات اكاديمية زي الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، في جامعات فيها حاضنات لافكار الاستثمار وريادة الاعمال،
في الجهاز الوطني للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة، في وزارة التضامن، في وزارة التخطيط بتنشئ مركز لريادة الأعمال، في جهات كتير قوي، وفي مركز تحديث الصناعة. تمام. ودي نقطة مهمة جدا، لأن احنا أكبر تحدي بيواجهنا في مصر هو تنمية قدراتنا الصناعية. فمركز تحديث الصناعة بيحدد حجم الصادرات المصرية وحجم الواردات والاحتياجات المصرية في قطاع الصناعة. فيقدر الشاب من خلال مركز تحديث الصناعة يجيب بيانات عن لو أنا ما عنديش فكرة، طب أجيب فكرة في أنهي مجال. أوكي. أنا عايز أشتغل في الصناعة بس ما عنديش في إيه، مصر محتاجة إيه في الصناعة اللي أقدر أعمل فيها صناعة صغيرة وأقدر أكبرها وأعمل منها مصنع وأصدر ويبقى عندي إنتاج. فين ممكن يروح مركز تحديث الصناعة؟ ممكن يروح مركز ريادة الأعمال في إحدى الجامعات. في جهات كتير قوي، بس المهم إن هو يبدأ يحدد اللي دايما الناس بتقوله بس دون اسراف، فكره الباشن. انا ميال ان انا اشتغل في قطاع الصناعه، انا عندي خبره في مجال كذا فحابب اشتغل في قطاع الزراعه. يكون بس محدد اطار، لان فكره ان انا عايز اعمل مشروع بس من غير اطار ممكن يبقى فيها تحديات اكبر بكتير. حضرتك يعني ذكرت فكره المشروعات الصغيره والمتوسطه في الحديث، ايه الفرق ما بينهم وما بين المشروع الريادي؟ هو كل قائم على مشروع جديد رائد أعمال. أوكي. أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهو توصيف بحسب حجم الاقتصادي للمشروع، هل هو مشروع كبير وضخم ولا متوسط ولا صغير. على حسب طبيعة المشروع من حيث العمالة ورأس المال وإمكانياته. من الإمكانيات بقى، أي شاب كده عايز يبدأ مشروع ريادي، رأس المال يبقى قد إيه؟ يعني محتاج رأس مال كبير ولا يعني صاحب ايه؟ على حسب القطاع، على حسب القطاع. لو انا هخش في مجال الصناعه متصور ان هيبقى في راس مال محتاجه، هنا ممكن يحصل على تمويل من احد البنوك بتيسيرات للمشروعات الصغيره. لو المشروع معتمد على فكره ممكن هو يقوم الفكره دي بقدرات ذاتيه في الاول ويكبرها واحده واحده. علشان كده انا بقول دايما الفكره والقطاع هي اهم حاجه، علشان يبقى انا معايا حاجه هشتغل عليها. طب هشتغل عليها فاقدر اروح اعمل لها دراسه جدوى. انما لو هو مش محدد هو فين المجال ولا فين الاطار هيبقى صعب يحدد التمويل اللي مطلوب. لكن التمويل بيحصل عليه يا اما من بنوك يا اما من الشارك تانكس اللي شغاله دلوقتي، ان هم بيشوفوا الافكار سواء طلبه جامعات او سواء رواد اعمال على مرحله مبدئيه او مرحله اكثر تقدما على حسب مرحله المشروع. في مستثمرين دلوقتي بيخشوا معاهم ويشاركوهم ويكبروا مشروعهم، بس لازم يكون في حاجه، فكره جيده، فكره جيده سواء في مرحلتها الاولى او المتوسطه او المتقدمه. طيب احنا هنا عندنا فكره جيده وعرفنا ان ما بقاش في صعوبه في التمويل، يعني في مصادر تمويليه متعدده. حضرتك ممكن تقول لهم حاجه كده يعني تحفزهم اكتر ان المصادر متعدده زي ايه مثلا؟ يعني في البنوك المصريه بتقدم تيسيرات في تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه، وفي رجال اعمال موجودين وجهات مختلفه في الجامعات ومراكز البحثيه المختلفه من خلالها يقدروا يصلوا لتمويل لدى رجال الاعمال. بس تاني هرجع لنقطه، لازم الاول هو يشتغل من نفسه هو. اوكي. نقطته هو ان هو يبقى محدد ايه المشروع اللي عايز يشتغل فيه، فكرتها، ويحدد هل عنده الامكانيات الشخصيه والذاتيه اللازمه لاجتياز التجربه دي ولا لا. ودي نقطه مهمه جدا. عندنا انماط كتيره لتاسيس الشركات، انماط قانونيه. حضرتك برضو عايزين نعرف الشباب انت هتاخد انهي نمط لانهي شركه بالنسبه لحاجه رياديه جديده، وايه المناسب؟ طيب الاجابه على السؤال دي بتقتدي، السؤال ده يعني بتقتدي ايه؟ خبره 30 سنه 25 سنه. فانا هعمل ايه؟ هعتبر نفسي ايه؟ مفتي، واقول لهم شركه المسؤوليه المحدوده. ليه؟ ده خبرات سنين طويله قوي. باختصار لان الشركات الاخرى اما هي ذات طابع شخصي فالمسؤوليه فيها بتكون اكبر على الشخص، او ذات تكلفه ماديه اكبر ممكن تبقى فيها صعوبه على الشاب وهو بيأسس. فالمسؤوليه المحدوده هو انسب شكل قانوني بيحقق التوازن ده، خاصه ان التشريعات اتعدلت بما لا يقتضي ان يكون في راس مال ضخم ليها، وفي نفس الوقت بتأمن الشاب من المسؤولية.
المسؤولية الجنائية والمدنية عن المشروع، لأن المسؤولية في الشركات الشخصية مسؤولية شخصية غير محدودة. ده نابع زي ما حضرتك قلت من خبرة 30 سنة. علشان نوفر عليهم بدل ما نقول لهم كلام معقد جدا، هو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو يلجأ لمستشار قانوني يدله على الشكل المناسب. مكتب خدير وشركاء بيقدم خدمات قانونية واستثمارية، صح؟ صحيح. حضرتك يعني قول لنا ايه اكتر حاجات ممكن تفيد الشباب اللي عندهم ريادة اعمال الخدمات بتاعة المكتب بتاعة حضرتك؟ احنا خدماتنا متعلقة باجراءات التأسيس واعادة الهيكلة والاستثمارات على تنوعها والحصول على تمويل. فاحنا مكتبنا بيقدم خدمات للمستثمرين على اختلافهم، وعندنا إدارة لريادة الأعمال للي بيحتاجوا منها استشارات محدودة أو جايدنس زي ما بيقولوا، يعني إرشاد مبدئي للخطوات اللي ليها. ده بنعمله كجزء من الأعمال اللي احنا بنقدم. لكن نصيحتي للشباب بصفة عامة بقى إن هو يركز على القدرات الشخصية. دي بقى النقطة اللي عايز انتقل فيها. بمعنى يا دكتور؟ يعني أنا دلوقتي لما أجي أعمل مشروع وابقى عايز ابقى رائد اعمال، ما ينفعش اعمل ده وانا ما عنديش صبر. ما ينفعش اعمل ده وانا ما عنديش جلد لتحمل التحديات اللي هتحصل. ما ينفعش اعمل ده وانا ما عنديش منهج علمي في الوصول للاجابات. وحدي لحضرتك مثال لاحد رواد الاعمال لسلسله من شركات الخاصه بالقهوه والمأكولات السريعة على مستوى العالم. الشخص ده ربط تجربته الشخصية، لأنه هو كان في طفولته والده اترفد من عمله، فتأثر جدا لفكرة عدم وجود رعاية للعاملين، فقرر أنه ينشئ مشروع، وبقى ده الباشن بتاعه أو ده المحرك الرئيسي والدافع ليه. فقرر أنه ينشئ شركة تكون فيها اهتمام كبير بالعاملين، فالعنصر الشخصي كون عنده عاطفة قوية جدا وحافز كبير جدا انه يبدأ يشتغل على قطاع استثماري يحقق ده. وبقى هو ده الدافع اللي بيحركه، فتحمل الصعاب وبدأ بقى يذاكر يعني ايه اسواق، ويعني ايه لما اخش سوق هنافس فيه، ويعني ايه منافسة، لان دي علوم كتير قوي ما ينفعش اشتغل من غير المناهج العلمية المختلفة من خلال المستشارين. والميزة في العصر بتاعنا ان احنا العلم بقى متاح بيسر شديد جدا، بطريقة ميسرة جدا اقدر احصل على العلم من خلال الخبراء اللي متاحين. يعني العيوب السوشيال ميديا كتير، لكن احد مميزاتها العظيمة هي العلم، اتاحت العلم في كافة المجالات. الرؤية طويلة المدى او ان يبقى عندي رؤية لمشروعي الصغير، يعني ادينا كده كبسولة ازاي اي شاب بادئ موضوع جديد او فكرة جديدة زي ما اتفقنا وهو عنده شغف، ازاي يحط رؤية لهذا المشروع لأمد طويل من اجل النجاح؟ اول حاجة ممكن اقولها ونصيحة مهمة، ان مفيش حد يقدر يعمل كل حاجة، فلازم احدد هو انا هقدم ايه بالظبط، ايه الخدمة او المنتج اللي هقدمه بالظبط. تاني حاجة، مين السوق المستهدف او العملاء المستهدفين بتوعي، لان ما ينفعش ان انا استهدف كل الناس. الحاجة التالتة، ابقى فاهم طبيعة السوق ده ايه، مين المنافسين اللي فيه، مين حجمهم ايه، ايه نقاط الضعف اللي عندهم، ايه المنتج او الخدمة اللي اقدر اقدمها تنافسهم. طب هيكون مقاوماتها ايه، هل في مشكلة في الجودة، هل في مشكلة في السعر، هل في مشكلة في الاتنين، هل في مشكلة في النفاذ للاسواق. فبقى فاهم طبيعة الاستثمار ده ايه. والحاجة اللي هي طويلة الامد، ان انا بقى واخدها مرحلة مرحلة. ممكن الشاب الصغير ما يبقاش عامل مشروع هيبقى حاطط له خطة 15 سنة، بس يبقى فاهم ان هو لازم دايما يتدارس الخطوات التالية. يمكن ما عندوش الامكانيات انه يحصل على استشارات تحط له خطة 20-30 سنة، انا في المرحلة دي هعمل ماركت بنتريشن او نفاذ للاسواق، وبعد كده هبدأ اطور اعمالي واوصل لاسواق اخرى واصدر ونفاذ لاسواق خارجية. مش هيبقى عنده التكنيكاليتيز او التكنيك ده، هو عايز يبدأ مشروع يبدأ بيه حياته. اهم حاجة في المشروع ده ان هو يفهم طبيعة السوق وهو هيقدم ايه واحتياجات المنتج ده ايه. لان عادي حضرتك تعالي نبسط المثال خالص، واحد هيعمل كافتيري، تمام، هقول لك خلاص انا هخلي مراتي تطبخ السندوتشات في البيت وتعمل القهوة وتعمل الحاجة واجيب حاجة ساقعة وابيعها، هيفلس بعد شهر. ليه؟ لان مفيش
امكانيات السبلاي تشين. انا بجيب المنتج ازاي؟ طب الاكل هيتقدم سخن ازاي؟ في سبلاي تشين. الدول الشقيقه والدول المتقدمه اللي نجح فيها الاستثمارات بشكل قوي جدا نجح لان هو بيقعد يمشي خطوه خطوه، هو المنتج ده لغايه لما يوصل للمستهلك هيمر بمراحل شكلها ايه واحتياجات المستهلك ايه وازاي يوصل له على اجود حاجه، بحيث المستهلك لما يوصل له المنتج ده يحس ان حد فكر فيه. ازاي ندي للشباب افكار ان يبقى عشان ينافس مش محتاجين بقى قدرات عالية قوي، يعني افكار تبسط لهم ان هم يقدروا ينافسوا في السوق مع كثرة المنافسين اذا كان من رواد او من يعني ناس عتاولة في نفس، يعني افكار بسيطة كده للمنافسة. يعني احنا حضرتك ذكرت ان ممكن الجودة تكون عامل للمنافسة، السعر ممكن يكون عامل للمنافسة، ان يكون في مثلا هدف معين للحدوتة بتاعته او للفكرة بتاعته. ادينا كده كبسولة فيها خلاصة التجربة الثلاثين سنة، ازاي نساعدهم ان هم يعملوا منافسة وتكون فعالة. هو انا دايما بحب اتباع المنهج العلمي. انا راجل اخترت، مش مهم انت اخترت ايه، المهم انا اخترت مثلا ان انا هنتج ادوات ديكور نحاس. تمام. همشي ازاي؟ اول حاجة هشوف سوق ادوات الديكور النحاس في مصر شكله ايه، مين المنتجين الكبار اللي فيه وبيبيعوا قد ايه، طب هم مغطيين احتياجات السوق ولا في طلب اكتر موجود في السوق. المبدئيات الاساسيات بتاعت الاقتصاد، العرض شكله ايه والطلب شكله ايه. اتنين هشوف تمويل المشروعات ده ماشي ازاي، مين اللي بيموله ومين الجهات اللي بتموله. تلاتة هبص على العناصر اللي ناقصة في المشروع او المنتج ده ايه، هل هي زي ما قلنا مثال الجودة، هل هي ان اسواق مثلا اللي موجودة في صعيد مصر ما بيوصل لهاش المنتج ده ففي احتياج شديد ليه، فلو بعت انا في الصعيد هقدر انافس بقوة وبعدين ارجع انافس هنا. لازم دايما ان انا ابص على المنهج العلمي بتاع تحليل دراسة الجدوى لهذا المشروع من خلال الخبراء المعنيين، وفي خبراء معنيين بيقدموا الخدمات دي للشباب كنوع من البرو بونو حتى، فمتاح المعلومة بس محتاجة بحث بعيدا عن فكرة الدقيقتين سوشيال ميديا كليكات. لا، محتاج تعمق وتفرغ علشان اقدر يبقى عندي دراسة جدوى مبدئية انتقل بيها الى خطوات اولية المشروع. دعم الدولة بقى للمشاريع الريادية، اكيد في دعم بتقدمه الدولة للشباب بس هم ما عندهمش معرفة بيهم، ولو عرفوها يمكن يكون فعلا محفز لكتير من الشباب ان هم يدخلوا في مشاريعهم اللي نفسهم يبدأوها. حضرتك تقول لهم يعرفوها ازاي وايه هو الدعم وايه اشكاله وازاي يوصلوا له؟ والله في مراكز بحثية كتير قوي في مصر، هو انا ما اقدرش احصرها لان كل قطاع له جهاته، يعني في قطاعات معينة في على حسب النشاط الزراعة صناعة ليها الجهات اللي مهتمة بيها، لكن اقدر اقول ان نقطة البداية هي مركز جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة. ده نقطة جيدة يقدر من خلالها يوصل لإجابات مبدئية، وبعدها بقى يعرف طب انا لا ده انا محتاج اروح لأكاديمية العربية لانهم هم اللي مهتمين بالمشروعات ذات الطابع التكنولوجي، او محتاج اروح للجامعة الفلانية لو انا طالب، فعلى حسب كل واحد على حسب المجال اللي هو جاي منه. لكن نصيحتي ليهم انك انت ما تعتمدش على دعم الجهات اللي مقدمة من الدولة اول خطوة، انت اول حاجة تعملها تعتمد على دعمك الشخصي في تحديد رؤية ودراسة جدوى قوية لمشروعك. لو وصلت للنقطة دي انت هتلاقي جهات كتير قوي تساعدك، لكن لو ما وصلتش للنقطة دي دايما هينظر لك على ان انت مش جاد وانت كل الناس عايزة تعمل مشاريع. ايه الفرق اللي بينك وبين غيرك؟ ان انت درست المشروع بتاعك، ده لو انت عايز تبدأ مشروع. لو انت مشروع بقى وناجح بس محتاج دعم مالي هتلاقي الف من يمولك، بس تكون ناجح بجد. فالعنصر الرئيسي هو الجدية في التعامل مع فكرة ان انا بأقيم مشروع لأسباب علمية. كل دولة يا سيدي الفاضل وليها المشاريع او الاستثمارات الخاصة بيها، وكل فترة وبيبقى ليها المشاريع دي اللي هي ده الوقت للمشروع ده. ازاي اي شاب او اي شخص عايز يبتدي مشروع يعرف يحدد ان المشروع ده هو ده المكان المناسب بتاعه ولا هو ده الوقت المناسب بتاعه؟ يحدده ازاي ويعرف يعني ايه المعيار؟
صناعة وزراعة وتكنولوجيا، ده مصر. تمام. صناعة زراعة تكنولوجيا، التلات قطاعات دول هما القطاعات اللي محتاجاها مصر الفترة اللي جاية. ممكن يكونوا محتاجين مجهود أكتر، ممكن يكونوا فيهم تحديات أكتر، ممكن يكونوا عايزين نفس أطول، بس هو ده المستقبل في مصر. ودي خلاصة التجربة من غير ما أخد المستمعين في تفصيلاتها. يعني لو في شاب عنده فكرة وعنده مشروع وعمل دراسة جدوى بس خايف، تنصحه بإيه عشان يبدأ الخطوة الأولى؟ أنصحه إن هو يسأل نفسه، هو أنا خايف علشان أنا مستسهل وعامل دراسة جدوى مش مدروسة كويس، ولا ده فعلا حلمي وأنا شايف إن أنا هقدر أنجح فيه؟ لو خايف علشان هو بيعمل ده كمخرج من الوظيفة اليومية اللي هو متضايق فيها وزهقان، خاف وخليك في الوظيفة. لكن لو أنت عامله عشان ده حلمك وأنت شايفه هتقدر تحققه ودرسته دراسة علمية سليمة بالقدرات المبدئية اللي عندك، يبقى ما تترددش وروح للجهات المختلفة اللي ممكن تساعدك وابدأ فيه فورا، لأن كل تأخير بتعمله بيأخر من مستقبلك الباهر اللي أنت بتحلم بيه. إزاي بقى يتجنب الأخطاء اللي بتبقى في بداية كل مشروع في البداية كده في الريادة؟ تحييد العاطفة واستخدام المنهج العلمي. أنا برضو عايز، ما أنا مش حاضر أقول له، لأن ده العلم بتاع إعداد دراسة الجدوى فيه تفصيلات كتير قوي. فهو لو حيد عاطفته أنا مش عايز أخلص من الشغل وباسمي عملت مشروع، حيلجأ للمنهج العلمي. أنا دراسة الجدوى بتاعتي فيها تفصيلات دراسة السوق بتتماشى مع معايير العلمية لإعداد دراسة الجدوى، بحثت كل العناصر المطلوبة، سألت في الجهات المختلفة، فأنا أصبح عندي فرصة. ورحت مركز تحديث صناعة وقال لي أيوة فعلا أنت لو عملت اقلام رصاص هتكسر الدنيا، لان احنا عندنا احتياج ضخم جدا ليها. فجبت الاسئله وعملت الهومورك بتاعي، يبقى ما تترددش. ما عملتش ده يبقى تتردد وخليك في الخطوه اللي انت فيها. هنحيد العاطفه ونتجه للمنهج العلمي. بنشكرك شكرا جزيلا حضرتك دكتور محمد. انا شخصيا استفدت، واكيد كل اللي سمعونا استفادوا. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من محفظه الحظ. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. وفي النهايه كل مشروع ناجح بدا بفكره، واللي بيحقق النجاح مش بس الفكره لكن الشغف والاستمراريه والتخطيط السليم. ما تستسلمش للخوف او التردد، وخد أول خطوة لحلمك. الفرص موجودة لكل حد عايز يتحدى ويحقق ذاته. بشكركم جدا، تابعونا في الحلقات الجاية عشان تفضلوا دايما مسيطرين على محفظتكم وتعرفوا ازاي تجيبوا الحظ في صفكم. كنتم معكم رانيا المارية. استنونا دايما في محفظة الحظ، وخليكم دايما محظوظين.